للمزيد من المتابعة وإلقاء الضوء على هذا الموضوع ينضم إلينا من العاصمة بيروت الأستاذ علي يحيى الكاتب الصحفي. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ علي. أهلا وسهلا. نتحدث اليوم عن مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتطورات، في مقدمتها مسألة انتخاب رئيس جديد للبنان وكذلك مسألة وقف إطلاق النار. أولا بالنسبة لمسألة انتخاب رئيس جديد للبنان، هل لبنان في الوقت الحالي مع هذه الظروف يعني مؤهل بشكل كامل لفتح ملف انتخاب رئيس جديد للبنان؟ يعني هلا هو خلينا نقول تحديد موعد انتخاب الرئيس اتى بعد الباكج او بعد التوافق على وقع اتفاقية وقف اطلاق النار، وكان هذا احد شروط هذه الاتفاقية، اي ان يقوم الجيش اللبناني بالانتشار في جنوب لبنان وهو كان منتشرا في جنوب لبنان منذ 2006، وايضا ان يكون هناك التوافق بين القوى السياسية اللبنانية لانتخاب رئيس جمهورية لا يشكل تحديا لأي طرف دولي. وهنا أعتقد أن القوى اللبنانية ستحاول الدفع والتوافق على هذا الأمر، وإن كنت أشك أن القوى اللبنانية التي اختلفت على تسمية رئيس جمهورية خلال السنتين الماضيتين يمكن أن تتفق اليوم على انتخاب رئيس جمهورية، خصوصا أن هناك خلافات بين الأطراف المسيحية فيما بينها، وأيضا خلاف بين الأحزاب المسيحية الرئيسية أي التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية، وأيضا حزب المردة الذي يعتبر رئيسه سليمان فرنجي هو المرشح المقاومة أو كان مرشح المقاومة خلال السنتين الماضيتين، وبين تلك القوى وأطراف سياسية أخرى. طبعا أمل أن يكون هناك وعي بخطورة المرحلة وأن يتم تقديم مصلحة الوطن على مصلحة الحزب السياسي وعلى مصلحة الكعكة اللبنانية. نتابع رأي ضيفنا في الاستوديو الأستاذ جمال حسين. أستاذ جمال، في رأيك هل يملك لبنان حاليا المقومات اللازمة والأدوات اللازمة التي يستطيع من خلالها تجاوز هذه المرحلة؟ يعني تعلم بالطبع أن جميع مكونات المجتمع اللبناني دعت في الفترة الأخيرة بسبب صعوبة موقف الحرب إلى أهمية انتخاب ووجود رئيس جديد للجمهورية، هل يملك لبنان المقومات اللازمة حاليا؟ وهل تتوقع يعني موقف إيجابي في جلسة 9 يناير بالنسبة لانتخاب رئيس جديد؟ أولا أتمنى أن يكون هناك موقف إيجابي لانتخاب رئيس جديد. الوضع الحالي الذي يعيشه لبنان والشدة، ودائما الشعوب تتكاتف والفرقاء يجلسون بعضهم إلى بعض في وقت الأزمات، وهذه الشدة لم يمر بها لبنان من قبل. لبنان يمر بأزمة حقيقية، ومسألة وجود حقيقي، وجود لبنان يعني على المحك، لابد لجميع الفرقاء والمتنازعين كل هؤلاء الذين فشلوا على مدار 12 جلسة في مجلس النواب أن يلتئم شملهم وأن يداووا جراحهم وأن يقفوا وقفة رجل واحد لانتخاب رئيس جديد للبلاد. يعني شيء غير مقبول وغير طبيعي أن احنا بقالنا دلوقتي سنتين وشهر ولبنان بلا رئيس، وهناك فراغ يعني سياسي كامل. كيف تتحدث لبنان مع العالم في ظل عدم وجود رئيس؟ من يملك إصدار الأوامر للجيش حتى ينتشر وحتى يؤدي دوره؟ لابد من وجود رئيس دولة هو القادر على إصدار الأوامر للجيش. لابد أن يكون هناك شخصية متفق عليها وتحظى بإيجابية لدى كل الفرقاء. الأطراف اللبنانية جميعا يجب عليها، لأن أعتقد أن جميعهم استشعروا بالخطر. كل اللبنانيين، كل الطوائف اللبنانية وكل الفرقاء اللبنانيين استشعروا بخطر حقيقي يهدد لبنان، يهدد أمن لبنان وسلامة لبنان ويهدد وجود لبنان. إذن لا مجال آخر غير هذا الطريق. وأعتقد أنه يعني زي ما ضيفنا الكريم قال من لبنان أن يوم 9 أعتقد لابد أن يكون هنا خلال هذه الأيام خاصة لابد أن يكون هناك اتفاق. نعم، خاصة أن المجلس يعني على مدار عامين عقد عدة جلسات تقريبا 12 مرة، يعني فشل من خلالها
في الوصول الى رئيس جديد. هنا السؤال استاذ علي بالنسبه لاهميه وجود رئيس للبنان، اذا الامر يؤكد انعكاسات ايجابيه لوجود الرئيس، ما هي الاهميه التي يمكن ان يضيفها رئيس جديد للبنان للدوله في هذه المرحله الصعبه؟ يعني الاهميه هي اهميه دستوريه لكون لبنان في ظل التحديات التي يمر بها يحتاج لان يكون هناك رئيس جمهوريه قوي، رئيس جمهوريه قوي يستند الى قاعده شعبيه قويه، رئيس جمهوريه قوي ايضا متناغم مع رئيس حكومه ورئيس مجلس نيابي، رئيس جمهوريه قوي لاستكمال الميثاقيه التي عرف بها لبنان منذ تشكيل وتشكل دولة لبنان الكبير ومنذ ما بعد اتفاقية الطائف، أي رئيس جمهورية يمكن أن يشكل عامل اطمئنان للبنانيين وللمسيحيين خصوصا، وأيضا رئيس جمهورية قوي يمكن أن يشكل عامل اطمئنان أيضا للمقاومة اللبنانية التي كانت تتخوف من أن يكون هناك رئيس جمهورية لا يتوافق مع تطلعاتها، وبالتالي يمكن أن يستخدم هذا الأمر ضد المقاومة اللبنانية وضد الشرعية التي أعطاها إياها مجلس النواب اللبناني طبعا وفق تصور حزب الله لرئيس الجمهورية. وهل هناك أسماء بعينها ترى أنها الأقرب؟ يعني هناك العديد من المرشحين، وأنا يمكن ما بدي فوت ببعض التسميات لأنه أحيانا بلبنان يتم تسريب بعض الأسماء لحرق هذه الأسماء تمهيدا لأسماء أخرى، لكن بطبيعة الحال لبنان دولة ووطن ولاد للشخصيات القادرة على أن تتولى رئاسة الجمهورية اللبنانية. يعني اليوم الشخصية الأقوى التي لم يتم التوافق عليها هي رئيس الحفيد رئيس الجمهورية السابق السيد سليمان فرنجي، لكن لأسباب مسيحية لم يتم التوافق عليه. يمكن أن يكون هناك شخصيات أخرى أيضا توافقية يمكن أن تشكل بديلا وعامل اطمئنان لكل الفرقاء السياسيين الداخليين وأيضا للدول الداعمة للبنان. نعم، وهنا سؤال أستاذ جمال، إلى أي مدى ترى خطورة الموقف الراهن الذي تعيشه الجمهورية اللبنانية بما ينبغي أن يجعل جميع طوائف المجتمع اللبناني التي تعلم بالطبع أنها متعددة طبعا، وينبغي عليها أن تتوافق سريعا في هذه المرحلة لتجاوزها؟ ما حدث خلال العام الماضي وما حدث خلال الأيام الأخيرة من مجازر بشعة راح ضحيتها حتى الآن 4000 أو يزيد من الأبرياء اللبنانيين يجعل كل الفرقاء يتفقون ما حدث للبنية التحتية في بيروت، ما حدث الحرب البشعة التي تم القصف الوحشي على لبنان من إسرائيل بدعم كامل من أمريكا يجعل الكل يخشى على لبنان، إذا لم يقفوا من أجل لبنان فمتى يقفوا؟ ما حدث أنا بعتبر أن ما حدث لو اعتبرناها بما يحدث في مباريات كرة القدم، ما حدث ليس هناك منتصرا في هذه الحرب التي تمت، وإن كان هذا ما حدث يعني تعادل بطعم الهزيمة بالنسبة لحزب الله وتعادل بطعم المكسب بالنسبة لإسرائيل. يجب على الفرقاء اللبنانيين أن يقفوا وقفة رجل واحد وأن يعيدوا بناء ما تم بناء الدولة وأن يعيدوا بناء الدولة وأن ينتشر الجيش في كافة ربوع لبنان. أنا الأوان أن يمسك الجيش زمام الأمور وأن ينتشر وأن يكون هو الجهة المسلحة التي تفرض أمن وأمن وأمان واستقلال لبنان. الحقيقة إذا لم يفعل اللبنانيين ذلك فلن يجدوا من يدافع عن بلدهم ولن يجدوا، وأعتقد نحن رأينا ما يحدث حتى الجانب الفرنسي بما له من حظوة لدى
بلد لبنان وبما يدعي انه يعني راعي لبنان، وجدنا ما يحدث يعني الرعايه متكاسله ورعايه بطيئه، حتى ما حدث اليوم اختراق يعتبر يعني سبة في وجه الجانب الفرنسي والخمسة المنوط بهم مراقبة هذا الاتفاق. نعم. بعد أن خرق 4 مرات خلال 24 ساعة، أين فرنسا؟ إسرائيل عندما تحدثت قالت أنها أخطرت الجانب الأمريكي فقط ولم تخطر باقي الأطراف، لم تتحدث مع أحد من لبنان لأنها لا تجد من يتحدث معها أو نعم. من تتحدث معه، فقط أخطرت الجانب الأمريكي ولم تخطر الرئيس الفرنسي. إذن يجب على اللبنانيين أن يعوا بخطورة هذه المرحلة وأن يقفوا وقفة رجل واحد وأن يقوموا بإعادة الحفاظ على بلدهم واستقلالهم. نعم. طيب هنا سؤال أستاذ علي، يعني الجميع يتمنى أن يتجاوز لبنان هذه المرحلة وأن ينتخب رئيسا جديدا، لكن يعني في حالة عقد الجلسة في 9 يناير والإخفاق مرة أخرى في التوصل لرئيس جديد، ماذا نتوقع للمشهد اللبناني؟ يعني من غير الواضح حتى الآن كيف سيكون المشهد اللبناني بحال لم ينجح لبنان في رئيس الجمهورية. يعني لم ينجح لبنان خلال السنتين الماضيتين في انتخاب رئيس جمهورية، كما أيضا لم تنجح المبادرة الفرنسية بدفع لبنان لانتخاب في رئيس الجمهورية، وأيضا الحرب الحالية التي خاضها لبنان لا أدري هل تتدفع إلى خلط وعي سياسي لدى قادة سياسيين في لبنان لدفعهم لأن يتمثلوا ويمتثلوا باللبنانيين الذين تجاوزوا الانقسامات السياسية وتحولوا إلى العمل الإغاثي وحضنوا الجنوبيين وأهل البقاع. بالتالي أمل أن تدفع هذه الأمور إلى هذا الانتخاب. لا أعرف كيف سيكون المشهد باعتبار أنه من ضمن الوعود التي أعطيت للولايات المتحدة وفرنسا أن يكون هناك رئيس جمهورية. يعني حقيقة لا أعرف كيف سيكون المشهد، كل الاحتمالات مفتوحة، خصوصا أننا أيضا اليوم في ظل وقف إطلاق نار هش هناك خروقات أيضا جانب كيان الاحتلال، ولم تبقى هذه الخروقات من دون رد من قبل حزب الله إن استمرت خلال الأيام المقبلة. ونحن أيضا يمكن ما انتبهنا أنه بمجرد انتهاء بنيامين نتنياهو من كلمته أيضا فتحت جبهة في ريف حلب، وهذه الجبهة مرتبطة أيضا بالملف اللبناني بعد أن بدأت الجبهة تحرير الشام وبعض المجموعات المتحالفة معها في الهجوم لقطع طريق حلب دمشق كمحاولة للضغط على دمشق وفك ارتباطها بلبنان، وهذا جزء من تحفيز المشهد وجزء من ارتباط لبنان بالملف الإقليمي. ما دمت حضرتك تفضلت بالإشارة إلى جملة تعقيد المشهد أو تعقيد الموقف، يعني اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي قال إن مسألة وقف إطلاق النار لا تعني وقف الحرب، وحدثت مجموعة من الخروقات الإسرائيلية في منطقة الجنوب اللبناني، وهناك أيضا تهديدات من وزير الدفاع ضد حزب الله مرة أخرى بضرورة إبعاده تماما عن نهر الليطاني. إذن الخلاصة، هل ستسعى إسرائيل لتأزيم الموقف اللبناني في الفترة القادمة والعودة لإطلاق النار يعني تفتيت المجتمع اللبناني وزيادة حدة الانقسام وعدم التوصل إلى مسألة انتخاب رئيس للجمهورية؟ يعني لن تستطيع تل أبيب التعايش كدولة طبيعية في ظل هذا الإقليم، يعني خصوصا اليوم في ظل اليمين الذي ينظر للمنطقة من منظار ميثولوجي، أي هم لا يقيمون أي وزن للحدود الدولية، هم يعني عندهم مشكلة مع لبنان أو فلنقل مع جنوب لبنان، لديهم مشكلة أيضا مع غزة، لديهم مشكلة أيضا مع الضفة في ظل التهديد بضم الضفة الغربية وليس فقط المنطقة الجنوب، وكمان بلشوا يراكموا المشاكل مع عمان
ومع القاهرة. واليوم نحن عم نحكي عن يمين يتحكم ب 40% من الجيش. اليوم هناك انزياح نحو اليمين داخل الجيش. 40% من الجيش هو جيش يميني. اليوم أيضا وزير الدفاع هو دمية طيعة في يد بنيامين نتنياهو. وأيضا بنيامين نتنياهو الذي سيحاول استغلال 60 يوما لترميم الجيش للعودة إلى الاشتباك، حتى بحال تطورت الأمور داخليا يمكن له أن يهرب باتجاه الجبهة اللبنانية، وهو يعتبر أن وعوده بتفكيك حزب الله ووعوده بتدمير حزب الله ووعوده بإبعاد حزب الله إلى شمال الليطاني ووعوده باعتقال مشغلي الصواريخ ووعوده بشرق أوسط جديد لم تتحقق. هو حقق إنجازات خلال العشرة أيام الأولى، بدأت تتآكل هذه الإنجازات في خيان وفي بنت جبيل، ومقاتلي حزب الله من أبناء القرى الحدودية سيبقون في القرى الحدودية، لن يتراجعوا إلى شمال الليطاني. يمكن أن يكون هناك إخفاء للمظاهر العلنية، وهون هذه يمكن حتكون لغم متفجر في تفسير البند السابع والتاسع من اتفاقية رفع الأقمار وفق التفسير الأمريكي لهذه الاتفاقية. هذه التعقيدات أنا باعتقادي تبقي اتفاقية وقف اطلاق النار اتفاقية هشة، إذ أنه من غير المنطق تنفيذ هندسة ديموغرافية وفق هذه الورقة بعدما فشلت هذه الهندسة الديموغرافية في جنوب لبنان بالتوغل الإسرائيلي. نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ علي يحيى الكاتب الصحفي من بيروت، شكرا جزيلا لك.